الشوط الثاني دخلنا بحماس اكثر، بجديه اكثر، اعطينا فريق الاهلي حجمه طبيعي، ما جاتهم وايد هجمات، شفنا نادي الاهلي قام يدافع في الشوط الثاني. كان من البدايه نحن المفروض ندش من بدايه المباراه 90 دقيقه ندش احنا نكون عندنا الافضليه، احنا نلعب في بلادنا، نلعب في ارضنا، لازم نقاتل اكثر، لازم نشد حيلنا اكثر، لازم ما نحترم الخصم اكثر من انه جدا عادي. يعني باشمهندس، يعني لما لاعب يقول لك احترمنا الاهلي زياده عن اللازم والشوط الثاني حطيناه في حجمه الطبيعي واتضح ان احنا بلغنا في احترامنا ليه، دي لغه تليق بشرف المنافسه؟ حسب مفهومه عن الاحترام. مفهومه عن الاحترام طبعا. لانك امال بقى لما احترمتوش كنت خسرت كام؟ صحيح. لما انت احترمته زياده عن اللزوم وخسرت وقت ما الاهلي كان يحقق هدفه الاستراتيجي كان بجداره. وانت محترمه قوي. امال بقى لما احترمتوش كان حصل ايه يعني؟ يعني هو ده كلام، ولذلك لا ينصح ان يتحدث احد وهو محبط او غضبان، لان كان لا يليق منه هذا التصريح، خاصة ان ما حدش اساء يعني، بالعكس احنا اللي احترمنا الفرقة اللي قدامنا. ودي الرياضة اللي اساسها بالاسلوب اللي يحقق لنا هدفنا. وده الرياضة يا جماعة بكل ما فيها من اساسيات، هدف رئيسي وروح اساسية الاحترام. يعني هو بس انا عايز اساله، ايه اللي انت عملته عشان احترمت الاهلي في الشوط الاول زياده عن اللزوم؟ الزميل مهيب عبد الهادي سال الكابتن وحسام غالي والكابتن محمد شوقي عن تصريح الاحترام، نشوفهم قالوا ايه.